صباح الخير للجميع، ضلوا بخير وايامكم سعيده مرتاحين ومبسوطين. اليوم 10 اب يعني 10 8، تمنياتي للجميع بالخير. كواكبنا ما زالت في اماكنها، ما زال عطارد متقدما في برج الاسد، يعني عم يعمل تحسن لدى مولود برج الحمل، لدى مولود القوس، وبالطبيعي برج الاسد اضافه الى برج الثور شوي متعب على الصعيد المالي، شهر الدفع بامتياز عموما. طبعا المريخ ما زال كوكب الطاقه والحماس متقدما في العذراء، الى جانب الزهره للحب والعواطف كمان متقدما في برج العذراء. هلا هذا عم بيخلي مواليد برج الجوزاء، القوس، برج الحوت ينتبهوا شوي صحيا. مشتري ما زال متراجعا في برج الدلو، الى جانب زحل ايضا متراجعا في برج الدلو. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل لليوم، مشغول 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 مشغول. هلا المشكله مشغول بالتليفون، مشغول بتسالي، مشغول بالزيارات، وشغلك كثير وضاغط هذا الفتره، وانت من الاشخاص اللي بيقوموا بواجباتهم على الوجه الاكمل، لا يقبل مساعدات ولا يقبل حدا يشتغل عنه، وبالمجمل عندك نوع من انواع المضايقات النفسيه لانه في ضغط شغل ما عم تشتغله مثل ما انت بدك، وما في مساعدات الحقيقه اليوم. هلا انا بدي تنتبه صحيا، ممكن يكون في شيء عابر على المستوى الصحي ممكن يسبب لك تعب ليس له مبرر. برج الثور الامور بالنسبه لك بقى ايجابيه وجيده، خاصه انك عم تحقق النجاح. بالغالب علاقاتك الانسانيه تعتبر الافضل، عم بتفاوض على قصه بتخص بيت، عقار، عمل، يعني اليوم عم تبلغ اهدافك، عم ترتب اوراق، اعمال، اولويات، كل واحد حسب ظرفه طبعا. بس اليوم حابب مولود برج الثور يغير شكل، يقتحم مجهول مثلا، عنده نوع من انواع الابتسامه، وغالبا انت تلقى نتائج ترضيك. مولود برج الجوزاء، انت اللي شوي قلقان ما كثير مبسوط، في شكوك تراودك، في احساس انه الاخرين اليوم شوي باردين، شوي مهملين، ما عم يمنحوك المحبه والدلاله اللي انت بتستحقهم، وما بعرف اذا بقيان بالك على قصة صحية تخص أحد المقربين. بس بالغالب في هيك قيل قال، في نوع من أنواع الانفعالات السلبية لدى مولود الجوزاء، مع أنه ما في شيء سيء. مولود برج السرطان اليوم جنب الناس اللي بيحبهم، حركة، نشاط، سعادة، إشراق أو فرح، سببه الآخرين، الآخرين اللي هو بيحبهم، يعني قاعدين عم يشربوا قهوة، عم متمتوا مثلا، عم قروا، عم نموا. غالبا الامور مستقره بالنسبه لك مولود برج السرطان، نسبيا قليل التعرض للوهم، واليوم الامور جيده، في محبه تتدفق حواليك. مولود برج الاسد غالبا عم تكتر موجات الصرف المفاجئ، ما في شيء غريب ولا في شيء مستغرب، انت هيك يعني، انت اصلا ما بتعرف تمسك قرش، ما بتعرف تمسك كلمه. بس وجود عطارد بقى ببرج الاسد ممكن يخليني اقول لك انه اللي جاي ماليا جيد بين هذا الشهر والشهر القادم. مرقت بشهر، هذاك الشهر كان في تعثر بظروفك الماليه، واغلب صرفك كان سببه على امور ما كان لازم ينصرف عليها، عم تحاول تعالج اخطائك السابقه. مولود برج العذراء اليوم فايق بكير، والاجواء اللي حواليه ايجابيه، نوع من انواع التغييرات بشكله، بحياته، بقراراته، أمورك جيدة على كلين، واستغل ميزاتك في الحوار لأنه قادر على وضع أشياء، قرارات، موضع تنفيذ، أنا قصدت، وعم تلتقط الفرصة بسرعة، وعم تتضامن مع محيطك عموماً. عزيزنا مولود برج الميزان اليوم الأمور الحقيقة ما أنا كتير مريحة، كأنك تدرك ضرورة وجود الآخرين إلى جانبك، مع انه اليوم يعني انت اميل للعزله، ضايق خلقك، ما عندك تعاون مع الناس اللي حواليك، يمكن عم بتعيد بعض الحسابات مولود برج الميزان، كانك تسبح في بركه ماء عكيره، يعني كلمه بتاخذك هيك، كلمه بتجيبك هيك. على كل، احمي نفسك من اي تصرف متسرع كعادتك، يعني ما في شيء جديد. عزيزنا مولود برج العقرب يوم اجتماعي بامتياز، يوم جيد بالنسبة لك خاصة على الصعيد الاجتماعي، يعني استقبل وادعى، صدق أو لا تصدق، اليوم مشغول بمن حولك عموما، والأجواء إيجابية، أصدقاء أو تعارف على غرباء أو عواطف أو لقاءات أو نوع من أنواع المناسبات، أحد الأيام الجيدة لك. عزيزنا القوس، أنت أكثرنا تعبا، وغالبا أنت تفاقم
الخلافات. معصب، متضايق، كلمة ممكن إنك تجاوب بقى بطريقة هيك شوي عفوية، وأي كلمة اليوم عم توجه لك عم تعتبرها هيك ضدك وقد تثور لكرامتك. وغالباً اليوم القوس حابب يمشي الكون على مزاجه. هلا بالمجمل هو هيك، بس اليوم بالذات يوم يعني أنت شوي عصبي ويمكن يضايقك محاولات التدخل بحياتك. الجدي عنده يوم جيد، خاصة إنه اليوم هدايا، اتصالات، علاقات، نوع من أنواع زيادة الحظوظ، مثل اللي عم بيباشر دورة جديدة بحياته، مثل اللي عم بيرتب أموره بطريقة مفرحة أو إيجابية. يوم للقاءات، للقعدة الحلوة، للناس اللي ممكن يكونوا إيجابيين معك، محيطك مؤيد وداعم، في حظوظ سعيدة. عم تنطلق مولود برج الدلو بدعم من الكواكب بعد يومين ثلاثة كانوا الأكثر تعباً. هاي الأيام في إنجازات، في قرارات، يمكن قصة مالية، يمكن قصة معنوية، قصة العلاقة بمدح أو استقرار أو مساعدات أو نوع من أنواع المفارق الجديدة بحياتك. أعمل هيك ولا أعمل هيك؟ استشير، أنا رأيي استشير. الحوت اليوم تأجيل بامتياز، وحط قدامك هدف قدامك، لأنه هاي الأيام غالباً في بعض المتاعب، كأنك تؤجل بعض الأعمال أو عم تنتبه إنك اعتمدت على أشخاص مو كتير أكفاء، ويمكن عم تستاء من بعض الأمور الصغيرة. أنا برأيي أكثر قصة ممكن تضايقه اليوم للحوت نقاشات وجدالات على مستوى العائلة أو عن الناس القراب منه عموماً. هلأ اليوم صداماتك واردة الحقيقة. خليني أعايد مولود اليوم لمولود 10 آب وأتمنى له السعادة. مولود 10 شخص لبق، لطيف، علاقاته دائماً إيجابية، من الأشخاص اللي بيحبوا العائلة، بيحبوا الأهل، معروف بمحبته لمن حوله، مبادر، حر، لا يمكن أسره عموماً. هو يحب الحرية ويمارسها بشكل مطلق، يتكلم ولكن لكي تسمعه وليس لكي يسمعك، يعني خاصة وقت تتعارض وجهات النظر فالأكيد أنه كلمته هي اللي لازم تنسمع. معطاء، خدوم، بحب السفر، بحب التغيير، متواضع، مبتسم، ليس شديد الالتصاق بمنزله أو ببيته، بحب التغيير مثل ما قلنا والسفر. سنة مهمة بالنسبة له، على الأقل عم تحل مشاكل، في دعم سواء مالياً معنوياً، غالباً أنت تستعين بأصدقاء، غالباً ترتب أمورك بالغالب عاطفياً. هلأ أنا بشوف كل الأمور ماشية باتجاه الأفضل، لكن الأفضل أنا بظنه عاطفياً أو مالياً. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا دائماً بخير. رسائلكم أكيد على 1845 من أي موبايل داخل سوريا. منى بنت فاطمة: منى شهر متعب، مانو كتير الأريح حبيبتي، الشهر القادم هو الأفضل. هي بالمجمل السنة القادمة سنة حظك، حظك عموماً، بس المتبقي من السنة من التاسع وما بعد أفضل من هذا الشهر، اللي أنا بنصحك تنتبهي شوي صحياً، وغالباً في صدامات بينك وبين الآخرين. يعني مراد، يسعد أوقاتك يا مراد. برجك أولاً وبرج الحمل يا مراد، ثانياً أمورك إيجابية وجيدة عملياً مالياً، يعني إذا أنت عم تمتحن أو عم تدرس أو بدك تدخل جامعة فهي الفترات للحظوظ المساعدة عموماً. علا بنت أحلام: علا أنا المتبقي من السنة بعتبره جيد جداً، ثلاث شهور الماضية هي اللي كانت ضاغطة يا ستي، وضاغطة جداً كمان. لا، المتبقي من السنة أفضل وغالباً فيه تغييرات. أنا بشوف التغييرات عائلية يا علا، بس كونك حدا دريس وعم تسأليني عن الدراسة فما بعرف إذا عندك نية لخطبة مثلاً، لأنه أنا بظن في شيء من هذا القبيل. مايا من مواليد 2003: مايا أنت عم تسأليني بالشهر الأكثر تعباً إذا بدك، يعني هذا شهر ما أنه مريح مايا، معلش بدك تستنينا للسنة الجاي، لأنه للتاسع، للشهر الجاي وما بعد أمورك أفضل. بالمجمل هي السنة القادمة سنة حظك وليس هذه الفترات. عامر عم تسألني بالشهر الأكثر تعباً مالياً، وأنت أصلاً حدا ما بيعرف يمسك قرش، يعني سواء برجك الصيني سواء برجك الغربي ما له علاقة بأنك تعرف تمسك قرش. فحبيبي كتير عمل توازن، استشير، صمد عند حدا، لأنه إذا بيضلوا المصاري بإيدك بيهروا. ما بعرف نصيحتي لألك كتير تنتبه على دخلك،
لأنه أصلاً الشهر القادم ليس الأفضل مالياً. أنا بخاف عليكم أنتوا بالذات وقت بيكون ما كتير مالياً الأريح ويترافق مع صحياً، فلازم ننتبه صحياً ومالياً. سعد أوقاتكم وتضلوا دائماً.